ممتاز. هننتقل من الاكسس ونروح على المترو. تمام يلا مترو روديوم ولا فوديوم؟ طيب حلو، كلكم اتفقتوا على فوديوم. روديوم سوري، خلينا اقول روديوم. نور بحكي روديوم. طيب كلكم اتفقتوا على انه روديوم. طيب خلينا اقول لكم المترو 90% روديوم و10% فوديوم. اجين 90% روديوم و10% فوديوم. ايش تقول فوديوم ابراهيم في المترو؟ اقول لك تخيل المترو عباره عن 1 روت ولا 2 روتس، انت فعليا عباره عن سويتش. وتخيل المترو اصلا بدعم لك 3 سايتات، يعني انت مشابك السايت هذا على 3 سايتات. تمام، 3 سايتات اكسس. طب ليش انا اروح اكلف نفسي واروح اركبه رودم بينما هو اصلا 2 دايركشن وهو اصلا مشبوك على 3 سايتات؟ يعني الامبورتنس تبعت السايت تمام نوت هاي. ففي هاي المرحله ممنوع اركب رودم. ليش؟ لانه الرودم هون تمام يوزلس فعليا يا جماعه، والله يوزلس. تمام اجين انا بركب الرودم بناء على كونسبت معين عندي. انا رايح على صحراء والصحراء فيها مثلا سايتين، والسايتين هذول مش فيهم اصلا مشبوكين على برج اتصالات، واصلا ما حدش بمر في الصحراء. تمام، واكسس اوريدي فودر ومشبوك على وان دايركشن، وانا وصلته على 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 سايت المترو والمترو فيه تو دايركشن، ليش اركب رودم؟ خليه فودر. تمام، بس فودم وذ بروتكشن، يعني ارفعوا الامبورتنس تبعت الفودم من بيسك فودم لا فودم لا لا خلينا نقول الفي اي بي ليفل اوف فودم. تمام، اللي هو اعلى ليفل في الفودم، انه انا اوكي تعال بعطيك مالتي فريكوانسي، بعطيك سبليتنج، بعطيك ديفرنت دايركشن، وبعطيك ديفرنت كاردز، واليمينيت سنجل بوينت اوف فيلير عندك في السيستم. تمام، الفودم على فكره في ليفلز، في اقل ليفل وفي اعلى ليفل. اعطيه في المترو، اعطي اعلى ليفل في الفودم. تمام، يعني اركب له البيست في الفودم. تمام اوكي كلير. 90% 95% من النتورك للمترو حتكون رودم نوت فودم. اوكي طيب كم الترافيك في المترو؟ ترى المترو بيبدا من 10 جيجا، يعني المترو الاكسس احنا قلنا الاكسس من الميجا ل 100 جيجا. تمام، واغلب الاكسس بيكون 10 جيجا. 10 جيجا اكسس، يعني احنا قلنا الستاندرد تبع الانترنت وتبع ال 5G والامور هاي، الافرجنج في الاكسس 10 جيجا. فالمترو بيكون من ال 10 جيجا الى ال 400 جيجا. تمام، المترو بيبدا من ال 10 جيجا الى ال 400 جيجا. والاكسس والاكسس من الميجا الى ال 100 جيجا، اللي هو هذا اللي حيعمل اجريجيشن للاكسس. يعني لو فرضنا ان انا فعليا عندي 10 اكسس سايتس، كل واحد فيهم من 10 الى 100، فالافرجنج حيكون 400 جيجا ماكسيمم عند المترو. يعني في سايتات 10 جيجا 10 جيجا 10 جيجا 10 جيجا، 5 سايتات 50 جيجا. تمام، والخمس سايتات الباقيه 11 21 41، فالماكسيمم هي 400 جيجا. وركزوا، انا هون بتكلم على اد دروب كاباسيتي، ما بتكلمش از مترو كاباسيتي، تفرق تماما. تمام، مش مترو كاباسيتي، اد دروب كاباسيتي. تمام، يعني انت يا ابراهيم بتقول انه عندك هون من 10 ل 400، طب كم المترو كاباسيتي؟ المترو كاباسيتي ممكن تكون اب تو تيرا. تمام، اكس تيرا او اكس اكس تيرا عادي. ليش؟ لانه انا فعليا في عندي 10 مترو كل واحد فيهم 400، فهذا المترو كلهم بدهم يروحوا على الكور. فانا عندي هون 400 وعندي 400 وعندي 400 وعندي 400، كلهم بدهم يمشوا في الروت تبع الفايبر كيبل. فالفايبر كيبل لازم يكون اب تو كاوبتيكال لاير اب تو تيرا. بس الاد دروب سايت في المترو من 10 جيجا الى 400 جيجا، في الاكستريملي هاي 400 جيجا. يعني في حاله انه انا في عندي سبيشال كيس، شفتوا 5% اللي حكينا عنها في المترو. تمام، هذول هم ال 400 جيجا. تمام، في اللو من 10 جيجا وانت طالع. فالمينيمم بورت تمام اللي هو يا 10 ملتبلاي باي 1 جيجا او 10 ملتبلاي باي 10 جيجا او 100 جيجا بير بورت. يعني لما اجي انا بدي اعمل، انا اوكي انا قلت 10 جيجا، بس هل 10 جيجا هاي 1 بورت؟ لا، ممكن تكون 10 1 جيجا، يعني 10 بورتات كل بورت 1 جيجا، لانه ممكن السايت تبع الـ تبع الـ تبع الاكسس يكون 1 جيجا. تمام، يعني هو اصلا الترافيك اللي جاي 300 ميجا، وانا شابكه على بورت 1 جيجا، لانه انا حاسب انه ممكن في المستقبل يصير في عندك اكسبانشن. فانا فعليا بدي ابدا ادرس سايت باي سايت، شوف هذا السايت
عليه لو ترافيك فانا بعطيه 1 ملتبلاي باي 10 جيجا، عليه ميديوم ترافيك بعطيه 10 ملتبلاي باي 10 جيجا، عليه هاي ترافيك بعطيه 100 جيجا تمام بير بورت تمام. فماكسيمم في المترو طبعا يا جماعه ماكسيمم لا يعني انه في المطلق، طبعا ممكن اطلع على التيرا بس 99.99% من الكيسز انا ما بروح للتيرا، لكن سبيشال 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 كيس ممتاز. فاحنا فعليا لما نجي نتكلم على الكيسز ويعطيكم انا بعطيكم افريجنج الموست كيس سيناريو يوز تمام، لما اقول لكم من 10 جيجا الى 400 جيجا فلا يعني انه 400 هي الماكس، ممكن اطلع فوق ال 400 عادي تمام. ولما اقول لكم 400 بير سايت نوت بير نتورك، النتورك ممكن توصل لتيرا بت بير سكند، اذا انا شابك على 20 مترو سايت وكل واحد فيهم من 100 ل 400 فانا بتكلم على تيرا بت بير سكند سبيد تمام. كاوبتيكال كاوبتيكال لاير مش كالكتريكال لاير، كالكتريكال لاير هي الاد دروب، الاد دروب من 10 الى 400. طيب سؤال يطرح نفسه، هون بدي جماعه الاي تي يكون موجودين معي تمام. اذا كانت السرعات في حدود ال 100 جيجا، ما وصلت 400 جيجا او وصلت تقريبا 100 جيجا والمسافه ما بين السايتات قصيره جدا، هل انا مجبور اني اروح دي دبليو دي ام ولا لا؟ اي بدر وتقول ليش ايش سالت، مش سامعك ولا النت بيقطع. سامعك بفكر بس. لو كانت الثروبوت حوالين ال 100 جيجا 100 200 جيجا المسافات ما بين السايتات عباره عن 60 كيلو 50 كيلو، هل انا مجبر اني اركب دبليو دي ام او لا؟ 60 كيلو للاي بي كثير مهندس. ايه 60 كيلو للاي بي كثير، الاي بي بمشيش 100 متر بس. الاي بي ما بمشي اكثر 100 متر. الراوتر كم كيلو بيقطع؟ يعني في احسن حالاته 2.5 3 بالكثير العادي، بس اذا بدك تركب عليه اللي هو اس اف بي يعني بحدود العشرة تقريبا او لا 80 كيلو. يا باشا شمالك يا حبيبي بلاش نخلط بلاش تخلط مي زيت. بوصل 75-80 يس ممتاز. يبقى انا اذا كان عندي مسافات قصيره وترافق قليله راح تجي تقول لي ابراهيم ما هو الراوتر بيطلع لك في الكيبل الواحد 100 جيجا، طب انا بدي 200 جيجا. يا سيدي طلع كيبلين انا مسامحك في الكيبل الثاني ولا اروح اركب لك دبليو دي ام نتورك. لا اذا كانت المسافات قصيره والترافيك قليل في حدود ال 100 200 يو دونت نيد دبليو دي ام مترو سايتس، يو دونت نيد دبليو دي ام مترو سايتس. اذا كانت المسافات قصيره تمام الترافيك قليله وفي المستقبل مش حتزيد، يعني ركزوا في كلمه في المستقبل مش حتزيد، يعني انا فعليا عارف السايت هذا 10 جيجا وبكره في المستقبل ماكسيمم حيروح ل 100 جيجا تمام، وانا عندي 10 راوترز بشبكهم كلهم في ال 100 جيجا هاي ويعطيني الف عافيه. انا في المستقبل ما حزيد الترافيك لو الديستنس ما بين السايتات قصيره اي دونت نيد دي دبليو دي ام، ركب اي بي مترو يعني شيل الدي دبليو دي ام وركب اي بي راوتر تمام. ليش؟ لان الاي بي راوتر ارخص بكثير. اجين لما نيجي نتكلم على كوست وايز هي اللي بتفرق عند الاوبريتور، لما نيجي نتكلم على خلينا نقول بروتكشن وافيلابيلتي لا المترو لان المسافات قصيره والراوترز كلها مشبوكه في بعض فانا اي كان جيف يو هاي افيلابيلتي واعمل لك بروتكشن بروتوكول عن طريق الاو اس بي اف و الى اخره تمام. فانا اي كان جيف يو هاي افيلابيلتي تمام واعطيك هاي ريزيلينس عن طريق الاي بي واعطيك لو ليتنسي. ليش لو ليتنسي؟ لان المسافات قصيره، ركز في هاي الكلمه المسافات قصيره. فعليا مهندس هذا الاكسرسايز بالاردن صاير هيك، المترو كله ام بي ال اس لانه مسافات قصيره. بالضبط هو المترو مسافات قصيره وانا مش محتاج النيو ليتنسي ولو ليتنسي تمام. المترو لو اخذت الام بي ال اس وديته على ال دي ان انت خلاص اتدمرت حياتك ولا حتشتغل تمام. طبعا هذا الجواب تبع السؤال الثاني، يعني فعليا يس يو كان ريبليس سم اوف ذا متروز موست اوف ذا متروز يو كان ريبليس تو ام بي ال اس. اعتقد الاردن ماشي في هذا السيناريو، العراق ماشي في هذا السيناريو تمام. يعني اغلب الاوبريتورز في العراق في المترو بركب لك ال دي ان، في بعض الاوبريتورز في يعني في بعض الاوبريتورز في بعض الدول مستخدمين ال دي ان از ام بي ال اس ومعانين وعندهم مشاكل يعني ليوم المشاكل. مش مهندس مش مهندس ابراهيم هلا مش مهندس ابراهيم ايش تسال على في الرسم اللي موجود حاليا بالنسبه للمترو في معانا الان اثنين او اربعه اللي موجوده فالحركه الان مثلا لو افترضنا ان كلها كل واحد فيها 400
400 دقيقة في الحركة، الحركة الذي خارجها هي الذي بتحسب النهائية الذي بتروح باتجاه الكور صح؟ يس. فأنت بتقول أربعة مضروبة في 400 فكم عندك توتال ترافيك؟ 16 1.6 تيرا 1600 جيجا أو 1600 جيجا هي 1.6 تيرا تمام. طيب إذا كان في ربط بين بين الحلقتين اللي موجودة الآن اللي كانت في الصورة قبل قليل الآن فعليا رجعت لنس. أنا والله جايك عليها، بدي أجيك عليها حبة حبة فعليا تمام. تفضل أبو محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير وشكرا مهندس إبراهيم، السيشن مرة جميل. طال عمرك إذا عندي المترو 400 أكثر من 400 جي مباشرة أروح للدي دبليو دي صح؟ يس، يعني إذا أنت عندك أكثر من 400 جيجا لازم تروح للدي دبليو دي، بس بس أنت فعليا المشكلة وين المشكلة؟ justify why more than 400 جي per site. ركز عبد المحسن هي بالسايت تمام؟ يعني إذا كان عندك السايت الواحد أكثر من 400 ممكن تروح للدي دبليو دي، بس حيجيك السؤال ليش بدك 400؟ فإذا ما عندك solid justification ما حتقدر تروح الدوري دي. ممتاز تمام؟ يعطيك العافية، شكراً يا مهندس حبيبي. طيب الآن نرجع خطوة واحدة لوراء وخليني بس أشرح لكم موضوع الـ 400، لأنه هذا موضوع الـ 400 مهم جداً، مش بس لو كل سايت 400، لو النتورك. وركز يا محمد، يعني أنت جيت قلت لي مثلاً أنا وإبراهيم بدي 400 جيجا بير سايت ما حقدر أروح أي بي. ليش؟ لانه الاي بي هي عباره عن ايش؟ عباره عن بوينت تو بوينت. فال400 جيجا، ال400 جيجا في الاي بي حجيك ابراهيم، ال400 جيجا في الاي بي يعني انا لو شلت النتورك هاي وحطيت 400 فالماكسيمم مسموح فيه بير لينك 400. يعني انا ال400 بتيجي من هون لهون وبتيجي من هون لهون وبتيجي من هون لهون، فانا فعليا اذا بدي اروح بهذا الطريق ما حقدر اروح اكثر من 400. فإذا كانت أول إشي يعني هو two condition لازم تطبقوها، أول إشي إذا كان عندك السايت أكثر من 400 بروح دي دبليو دي أم، خلص انتهى الموضوع لأنه ما في أي حدا بيقدر يدعم لي في السايت أكثر من 400 تمام. طيب إذا كان في السايت أقل من 400 والنتورك ككل أكثر من 400 لازم أروح دي دبليو دي أم، لازم أضيف فوتونيك لاير تمام، دي دبليو دي أم فوتونيك لاير، لأنه الآي بي هي point to point صح ولا يا بدر؟ فأنا عندي 100 هون مش المية من هون لهون، لا المية من سايت لسايت، وعندي نفس المية هاي بقدر أضيف another 100 من هون لهون. فإذا صار هون في عندي 200 جيجا فأنا من هون لهون بدي أضيف كمان مية جاية فبدي أضيف 3 كيابل يعني 300 تمام، ولو السايت هذا رايح على كمان سايت فبدي أضيف 4 كيابل 400 تمام. طب والله إبراهيم أنا عندي كل سايت في 400 ففعليا هتوصل لمرحلة بدك تأخذ كل الفايبر كيبل في الاي بي، كل الفايبر كيبل ما حيغطيك تمام. اذا 1.6 انت محتاج 16 كور 16 كيبل تمام، اذا انا محتاج 2.4 انت محتاج 24 كور فايبر كيبل. طب دي بدي اعمل لك اياها فون كور فايبر كيبل يوصلك الى سرعات تصل الى 48 ترابت 48 ترابت بير سكند في اونلي 1 فايبر كور 1 فايبر كور تمام. فهاي النقطتين لازم تكونوا فاهمينها منيح عشان انه لما يجي حدا يقول له طب تعال، بس انتوا لازم برضو موضوع الاستيفيكيشن مهم جدا انه ليش محتاج 24 تيرا، لازم تكون فاهم. تقول لي انا والله عندي ابراهيم 10 سايتات، ال 10 سايتات ملتبلاي باي 10 جيجا، فانا في عندي 100 جيجا، كل مترو عندي 100 جيجا وانا عندي 10 مترو تمام، ف 10 ملتبلاي باي 100 جيجا ف 1 تيرا، 1 تيرا انا مستخدم فيها ثلاثه خلينا نقول 10 كور في الاي بي، فانا ليش اسوي يوتيلايزيشن لكل هاي فايبر كيبل وانا اصلا ما عندي 10 كور، انا في عندي 2 كور ولا 4 كور وعامل لها رنت، فانا لا بروح دي دبليو دي ار تمام. وصلت؟ وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.